كده حبيبتي تمام عشان التصوير ما بتمرقش خلاص. ناخد دورة ان شاء الله زي نتكلم سوري. فانا بعت لي سؤال على العام جري على الخاص. بعت لي على سؤال على على العام. انا عارفه انك مصدقه وصايه من ذهب. ركزي انا بحبش امي وانا امي دي من عصر كذا وعملالي ومسويالي ومبهدلاني وانا كذا وانا خلاص انا كرهاها. يلا نبتدي. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوات يعني الاخت بلغتني ان احنا هنعمل معاكم حوار مفتوح. وقبل ما اسمع منكم ما فيش بالظهر على الفكره، ممكن اشيل النقاب. لا خالص، لا هنا ولا هنا. فاحنا قبل ما اسمع منكم، يعني انا النهارده جايه اسمع كل واحده تطلع اللي جواها، الاسئله اللي انتوا كتبتوها نجاوبوا عليها، او انتوا عايزين تتكلموا مباشر مفيش مشاكل. لكن انا عندي حته رغايه كده شويه. حته كده ارغي معاكم فيها يعني دقائق، معلش استحملوني. دايما بقول للبنات اتمنى على الله، وكنت اتمنى لو اي محفل واي محاضره بعطيها للبنات جامعه اعدادي ثانوي اقول لهم كنت اتمنى على الله ابقى في سنكم وحد يجي يقول لي يعني القعده دي او الجلسه دي. واحنا بنسجل فانت ممكن انا هنا وهنا ممكن نسجل وهتنزل ميديا فمش كل حاجه هتبقى متسيبه. فكنت اتمنى على الله يا اخوات ان الله سبحانه وتعالى يمن عليا بحد يجي يقول لي ربنا طريقهم. النبي عليه الصلاه والسلام يحب ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. كنت اتمنى على الله وانا في سنكم. ليه؟ شاب نشأ في طاعه الله، 7 يظلهم الله في ظله، مش سهله، مش سهله لما نيجي نقول يوم العرض اللي بتقعد 40 سنه واليوم عند ربك ب1000 سنه مما تعدون وانت في ظل عرش الرحمن. ليه؟ عشان انت شاب نشأ في طاعه الله. بنقول يوسف هذا الزمان، وانت والله انت يوسفيه، يعني مش عايزه اقول برتقانه بس يعني ليه؟ زمن الفتن، زمن الفتن، وانت قابضه على 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 دينك كالقابض على الجمر. تعالي شوفي كميه كنا عاملين يوم عن الحجاب وكميه الكلام عن شلح الحجاب. يعني ما اتكلموش على الحجاب، اتكلموا على ازاي نشلح الحجاب، ازاي نخلع، طب مش عارفه ايه، طب نلبس ايه، طب الناس، طب البنات، طب ما التنمر، طب العنصر، طب بيحصل. يعني انا بقول يا ربي بقى الزمن ده اقناع المسلم بدينه وبعقيدته يعني بيحتاج مجهود وجهاد اكتر من ان احنا يعني نقنع حد بره الاسلام خالص بالدين. ليه؟ فتن رهيبه وافكار كارثيه، افكار كارثيه. لسه واحده امبارح بتتصل عليا في البرنامج بتعيط وبتبكي وتقول لي يا دكتوره هاله انا بيتنمروا عليا عشان حجابي. وفين؟ وفي بلد اسلامي، يعني مش بلد مثلا نصه شالح ونصه نسي يلبس وهو نازل، لا ده هم كلهم اسلاميين وبيتنمروا عليه. وصغيره ليه وعملتي في نفسك كده ليه؟ ده انت اكيد عامله، ما هو اللي بتعمل عامله تقوم جايه متدريه في الحجاب، ما انت مش عارفه ايه. يعني شوفوا مجرد كده. او الصحوبيه، يعني تيجي مثلا تتكلمي على الصحوبيه مثلا تقول لك ايه، بصي هو انا ما بكلمش ولادي لكن انا صاحبتي اللي بتكلم، فبعدين انا بروح معاها فهو بيكون جايب صاحبه بقى، فيعني احنا ايه بنونس بعض، يعني دي القصه، يعني ما بكلمش ولا اي حاجه بس هو صاحب كده. والمرء على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالي. اتمنى على الله ان يعود بيا زمن، تتمنى اعود بيا الزمن والله يعود بقى ايام النبي عليه السلام ونبقى مسلمين ومؤمنين وحاجه تحفه. او انا لما اكون في سنكم حد فعلا ينصحني ويقول لي الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، هذا خير، هذا شر. بس ليه؟ لان يا اخوات اللي بيقول لك حاجه زي كده واللي بيديكي معلومه زي ده زي دي حد عايزك معاه في الجنه، مش الشيطان بقى اللي اقصى وبعزتك اقصى بعز جلاله الله ان انا هغويهم كلهم الا عبادك منهم المخلصين. ربنا رد عليه قال مالكش سلطان عليه.
طول ما هم مؤمنين انت مالكش السلطان عليهم. عارفه يجي يقول كده يوم القيامه، شوفي بقى تقول لك ده انا كذا وبتاع ودمير والافكار وصاحبتي والدنيا وكل كل المغريات اللي في الدنيا، وتحس ان في ثقل نفسي رهيب. يعني تيجي بنات بنعالجها بالست شهور والسنه لمعنى فكره معينه مسيطره عليها، عندها وسواس واوفر ثينكينج فيها، وعماله عماله عماله تفكر وتعيد الفكره وتفكر وتعيد وتعيش احلام يقظه. حبني وجه بعدين هنتجوز، بعدين خرجنا، بعدين رحت، وبعدين طلعت، اي بدنجان بقى من الافكار الوسواسيه. وتفضل علشان تقول، وتعالي شوف الشيطان يقول عليها ايه يوم القيامه، كارثه. دعوتهم فاستجبتم لي. عارفه يعني ايه دعوتكم فاستجبتم لي؟ يعني انت اسمك ايه؟ زهراء. زهراء، ما تيجي اقول لك مثلا ايه زهراء، تيجي معايا لحد اول الباب نقفله ونرجع؟ تقولي والله مش قادره، انا ما صدقت تفيد. بس هو ده الشيطان اللي بيعمله معاك. وانت حاسه ان ايه بقى؟ ان دي كارثه عليكي وفكره مسيطره عليكي ومنكده على نفسك وعلى اهلك وعلى بيتك وعلى حتى جواكي. احساس اللي بينك وما بين ربنا، بنت من البنات بتقول لي انا مش بعرف ادعي زي ما انتوا بتدعوا. وصلت لموضوع الدعاء، يعني كارثه. يعني تقول لك انا مش بقدر ارفع ايدي وادعي ربنا سبحانه زي ما انتوا ما بتدعوا. ليه؟ قالت لي اصل مقصره مع ربنا. قلت لها ده ادعى انك تدعي، يعني ده اولى الى الله انك انت ترفعي ايدك وتقولي يا رب ردني، يا رب توب عليا، يا رب اني في طريقك، يا رب ما تسيبنيش. ده ادعى. ولكن شوفي الحته ايه، تقولي بس مكسوفه. طب خلي الكسوف يدفعك للعمل، خلي الكسوف يحطك على طريق ربنا. ليه احنا دايما بنقول الامه كلها هو انتم؟ ده حقيقه على فكره. الامه كلها ومستقبل امه الاسلام كلها في ايدك انت. يا اعدادي وثانوي وجامعه والاندر ايدج بقى طالعين لنا 11 سنه اللي معرفش عاملين ايه، مش عايزه اقول بيعملوا ايه. انتوا ده مستقبل الامه كلها بين ايديكي. انت اللي هتيجي تسالي امام الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام صلى عليه، شاهد عليك يوم القيامه انت عملت ايه للامه؟ كنت سبب في ان الناس تتهدي والناس تبقى الله ما شاء الله، ما بالك ايه الحجاب الجميل ده؟ ايه التحفه الحلوه دي؟ الله وشك منور بيه. او المخنوقة والمشنوقة والمزنوقة واللي نسيت معرفش عايزين نقول ايه، والقصة اللي طالعة واللي مش عارفة ايه اللي عامل، وبره البيت كذا شفت بنوتة، ولسه كنت بحكي القصة دي. هي قدام اهلها انها محجبة، وانا شفتها بره مش محجبة. هي دي الكارثة. هي اتكسفت جدا واتحرقت. قلت لها مش انا لا مني ولا اتكسف مني ولا اهو. هتروحي فين؟ ويا ريت بقى، يعني انت عندك السيته كلها عندنا مفتوحه. قلت لها منك للسما بقى حضري الجواب. مش انا خالص اللي تتكسفي من الله عز وجل. في احساس ان انا ماشيه في حياه وربنا ناظر الي، والله سبحانه وتعالى شاهد عليا، والله سبحانه وتعالى يراني. واي عمل اصلا لسه صغير، لا والله ما انت الصغيره تقول لك اصل انا لسه صغيره وتقعد تغنيها لي بقى صغيره. لا صغيره ولا ايه؟ مفيش الكلام ده. ما هو انا مش كاتبه عقد يعني كده اتفاق مع الشيطان او ملك الموت مثلا، انا تعالى لي بقى ايه يعني في الوقت تنبهني قبليها مثلا بسنه ولا حاجه اظبط حالي. مفيش حد عامل كده، محدش عارف. والكارثه طالما كلفتي وطالما بلغتي فانت ماموره بايه؟ عبد الله تقول لك ايه؟ بصي اصل انا هقول لك على حاجه، ودي بقى من ضمن الخزعبلات اننا هنسمع اسئله النهارده. هي تقول لك ايه؟ بصي يا دكتوره هلا، انا والله بصلي، قعدت اصلي بقى وادعي ربنا واصلي فجر واقرا قران، ولا حاجه من اللي قلتها اتحققت. مين يرد لي على السؤال ده او الشبهه دي؟ العلاقه مع الله مش المفروض تكون علاقه ترديه، يعني انا عملت كده فانت اعطيه. ده رد من الردود، ده حلو برضه، بس في لسه اجابه تانية. اسمك ايه؟ حبيبه. عايزاكي تفتحي هديتك وتقولي لي طلع فيها ايه؟ ايه الحاجات الكبيره دي؟ تعالي يا حبيبي. تعالي. ما كنت مش عايزه تظهري بالكلام، بس اقرأي لأخواتك مكتوب فيها ايه. الله 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 الله، بسرعة عشان الوقت. يلا يلا يلا. تمام تمام. الله هو الحبيب. الله. وريني كده ما اشوفها. الله هو الحبيب، هو فعلا كده. خليها شعر لي. مين يجاوب لي على السؤال ده؟ اتفضلي. اسمك ايه؟ نعم؟ والله انا خالتك هلا بقت عجوزه، انا بسمع ولا بشوف. شيلي بس تمام، اتكلمي عشان اعرف انت بتقولي. ربنا ما بيمنعش حد
اه يعني لو ربنا استجاب يبقى ده الخير، ولو ربنا اخرها او كده يبقى ده شر. ده برضو اجابه من الاجابات. اتفضل يلا مين يوصل؟ ها خد يوصل. ها ما ايه؟ عرفيني بنفسك بس. عائشه. عائشه هي عائشه. انه ما اتكلش ربنا لو هنكون عايزين منه حاجه، مثلا انا عايزه كذا، مثلا عايزه انجح في الامتحانات اروح مصر. اه يعني انا بدعي وقت الزنقات يعني. طيب اجابه السؤال مين؟ المفروض ما نقطعش الامل، ما نقطعش الامل ابدا. اه يعني حتى لو ما فيش استجابه، لكن هي بتقول انا عملت وما حصلش استجابه. ها مين يقول؟ اه لا مش الدعاء، ركزوا معايا يا بنات، مش الدعاء بس. هي دي اجابه صح على فكره واجابه حلوه، بس قوليها عشان تاخدي جايزتك. احنا لما بنبي ربنا سبحانه وتعالى يا اما بيكون لينا نازل بلاء، فالدعاء بيوقف البلاء. ماشي. يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا عنده مشاعر يقولنا عليه وكده، يا اما بيفعل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. اسمك ايه؟ امنه. امنه. اللهم اجعل لك من اسمك نصيب يا امنه، اجعلك من الصالحات. اللهم امين. افتحي قول لنا مكتوب ايه. ايوه يلا 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 بسم الله. يلا يا امين افتحي قول لنا على طول مكتوب ايه. كل واحده دي رساله ليها النهارده. طلع ايه قولي لي الاول. الله الله الله. عايزه يحشر المرء مع من احب. قولي لي بقى كده، هاتي هاتي كده من الورد. صاحبتك اللي هنا ما شافوش. حد يناولني يا شباب. يحشر المرء مع من احب. عايزه تحشري مع مين يعني؟ معاني. ها؟ يا عسل ربنا يبارك فيك يا رب امينه ويجعلك من الصالحات. اللهم امين. اجابه السؤال، اجابه السؤال انا بعبد ربنا وبصلي. حد عايز يقول حاجه؟ ها قول. بس خلينا اوضحه لك، يعني هي بتقول انا بعمل وتنتني ادعي وكذا وما حصلش حاجه ولا حاجه استجابت، فاصلي ليه واتحجب ليه؟ لا انا مش سامعاكي. طيب دي برضو في درجات الاستجابة. حلو جميل، في درجات الاستجابة. خلينا نشوف انتوا جايبين لنا ايه هنا؟ ايه الحاجات دي؟ خدي سمسميه. حد عايز يقول حاجة خضم الدرجات ان انا احاول ان انا استغفر؟ لا دي في الدعاء زي ما قالت آمنة، لكن مش دي الإجابة. ممكن تكون بالنية؟ أو مش عشان مش عشان الإجابة قولي. ممكن عشان هي مستنية حاجة من ربنا، يعني هي بتعمل حاجة عشان إن هو يستجيب. علشان إيه؟ يعني إن هي دلوقتي بتدعي، وهي بتقول أنا عملت كده يبقى أنت لازم أنت ترجع لي كده. هي مثلا حاجة مقابل حاجة يعني. آه وده ما ينفعش مع ربنا، بعمل مقابل. ها؟ الاول انت اسمك ايه؟ ملك. ملك؟ ملك. حلو يا ملك، جزاك الله خيرا على محاولتك في الاجابه. اتفضلي. احنا نخلص الحاجات الكبيره الاول. تمام. طب اسمعوني يا بنات. اسمعوك. ها؟ لما تدعي حاجه يعني لازم برضه تعمل مجهود عشان توصل. لا مش صح، مش شرط، بس شكرا للاجابه. لا مش شرط، ده ممكن اه في ناس ممكن بتدعي دلوقتي الاجابه تبقى بعديها، وفي ناس بتقعد سنين. مش معيار زي ما قالت امينه. لا استجابه الدعاء مش ده، مش دي الاجابه. اسمعوا، انا بصلي، انا بتحجب، إيه انا بدعي، انا برضي ربنا عشان جنه، عشان جنه مش عشان دنيا. ولكن كرم الله عز وجل ولطف الله سبحانه وتعالى، وهو اهل الخير، اهل التقوى واهل المغفره واهل الخير واهل الرحمه، الله عز وجل يعطيني خيري الدنيا والاخره. الدليل الدنيا سجن المؤمن، شفت احنا عاملين فيها ازاي، وجنه. فمن ضمن الشبهات تيجي تقول لك لا ما انا خلاص ما انا عملت وما استجابليش، ما انا قلت وما حصلش. لا مش صح، مش صح. انا بعمل عباد العباده لان انا عبد لله، ماموره بكده. واروح فين في الاخره؟ عشان الجنه في الاخره.
ياتي من خير. ايه ده النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، اذا دعوتم فعظموا المساله فانكم تسالون عظيم. انتوا قولي اقصى حاجه وما تسالي، اسالي اعلى حاجه، اسالي الفردوس الاعلى. تمام. طيب نبتدي في الاسئله بتاعتكم، بس في معنى اخير عايزه اقوله. احنا نوايانا في المجيه النهارده تنجينا، كفاياها بس تنجينا. انا جايه زي ما قلنا شاب نشا في طاعه الله، نسمع كلمه خير، ادعي الله سبحانه وتعالى يشرح قلوبنا ليه، اللهم امين. رقم 2، حد يدلني على الطريق. هلم تعال 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 معرفكم على ربنا، تعال معرفكم على خير صاحب، تعال ما اقول لكم مين الحبيب والانيس، مين اللي لا يخذلك ابدا، مين لما تبقي متضايقه ولا مخنوقه ولا محدش فاهمك ولا حد يسمعك، اتوضى واخش في ركنه الصلاه بتاعتي وادعي ربنا واقول كل اللي في قلبي، مش دعاء، احكي حصل يا رب كذا وحصل يا رب كذا وحصل كذا، يا رب انا كذا وفي قلبي كذا وقلبي كذا وعملي وعملي. خير صاحب الله عز وجل. النية الرابعة قوم، قاعدين بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، تحفنا ايه؟ الملائكة السيارة، صح ولا لا؟ الملائكة السيارة دي ملائكة كده بتيجي في وظيفتها تسمع مكان فيه كلمة الله بس. طب نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسمع بس مكان فيه دي وهلم إلى حاجة، تعال تعال ده في مكان هنا بيتكلم عن ربنا، تعال احنا يا رب احنا بعد ما نقوم المجلس نقوم مغفور لنا، كلنا عارفين الحديث بس مش بنستشعره، مش بنستشعر معنى ان انا اقوم طالعه من الباب ده مغفور لي. قال لا طب فلانه اصلا كانت صاحبه فلانه وجايه، ما ومال هؤلاء القوم لاش قام بيهم جلسه. طب كانوا قاعدين ايه بنقول جنه وبنعمل ايه ونستعيذ بالنار، اعطيتهم جنه وقعدتهم النار بس بالقعده دي. فما تيجي اختك بقى ولا تيجي مشرفتك تقول لك تعالي في درس، روحي روحي ما انتش عارفه هو ده اللي هيتغفر لك فيه ولا لا، تيجي وسخانين بقى ومش عارفه وبعدين هيقولوا الكلام احنا حافظينه واحنا عارفينه وانا مش عارفه ايه، ما انتش عارفه الخير في ايه، ما انتش عارفه. اتنين صحاب كانوا دايما مع بعض بيعملوا طاعه دايما، فواحد مات قبل التاني فشان صاحبه شافه في الرؤيه، ماذا فعل الله به؟ قال له غفر لي. قال له بايه؟ قال له فاكر اليوم الفلاني لما كنا قاعدين مع بعض وبنذكر الله عز وجل ونزلت من عيني دمعه، غفر لي ربنا بالدمعه دي. روحي انت ما انتش عارفه الخير فين، ما انتش عارفه ربنا هيغفر لك فين ويكتب على قلبك. كنت بكلم بنات كانوا يعني اولى جامعه وبقوا خايفين بقى والدنيا والهسه والجامعه بقى وعارفين كارثه الاولانيه الصدمه دي، وعايزين مش عارفه براندات ايه عشان داخلين بلبس بقى ومش عارفه بهديل اهاليهم جمعيات. وبتكلم مع البنات فجت بتقول لي على حاجه عجيبه جدا، بتقول لي بصي يعني حته ان احنا الدنيا واحنا مقبلين على 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 وضع جديد ومقبلين على امر كده، بس طبعا يعني ما, ما يعني ايه المشكله ان احنا نستمتع؟ نستمتع ولكن في طاعه، ما تستمتعي ولكن في طاعه، انت اللي تفرضي سمتك، انت اللي تفرضي حيائك، مش انت اللي تبقي منقاده، مش عايزه اقول اللفظ اللي بيتقال في مصر يعني، تبقي انت اللي منقاده وهي اتحركي يمين يحركوك يمين يحركك شمال، شل اي كلام تحركك شمال وانتهينا على كده، اقلعي اقلعي البسي البسي كلمي كلمي اطلعي اطلعي اي حاجه. لا انت اللي تفرضي حيائك وسمتك وانوثتك ودينك واخلاقك وتقواك، انت انا الاسلام انا يا رب، انا اللي يشوفني افتكر النبي عليه الصلاه والسلام، انا اللي يشوفني يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانا اعرف اخوات اعرفهم من اكتر من 25 سنه فاتوا واحنا في جامعه، فلانه دي بتاعت لا حول ولا قوه، هي رايحه جايه عماله تقول لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم عبير يا لو هتسمعني هتبقى عارفه انا بتكلم عنها. اختي الثانيه انا لله وانا اليه راجعون، لا طب بتسترجعي ايه؟ طيب تقول لك اه عليكم عليكم عليكم. اختي الثالثه اتعلمت منها ان هي تقول لك ان الله جميل يحب عم تشوفوني تتبص اقعد ناكل، انتوا عارفين المدينه بقى كنا قاعدين مدينه جامعيه يعني، يوم لما تلاقي حاجه جايه من المدينه دي كنز كنز يعني، حلاوه التحنيه دي كانت حاجه مش موجوده، اه البطاطس دي كانت من الفواكه المارونجلاسيه مثلا يعني حاجه كده اللي ما بتجي بطاطس، فكانت نيجي بقى وحاطين الاكل بتاع ودي قايمه تسرح عشان انتوا قاعدين تشوفوني وانا حلوه فتضحكوا ما تضكوش بال
كل واحدة لها سمت. أعرف أخت تانية حاملة لكتاب الله عز وجل وطبيبة اللهم بارك طالعة من الأوائل اللهم بارك، وكان يأذن الأذان تجري تجري وتبالغ في الوضوء وتبالغ في وترفع وتقولي بقى عشان ايه مش بيتنافسنا سيدنا عبد الله ابن مسعود، انا بقى انا كمان احسبها انا دي مش سميها كده. ان ساعه لما اقرا ايه سوره البقره ان الله يحب يحب مين يا رب؟ التوابين والمتطهرين افتكرها. اخت تانية تقول انا خلاص دخلت، عندها ثلاث اخوات كلهم برضو بيتحمل الكتاب الله، وتيجي ياذن تقوم انا بقيم يلا كله يلحق، واحنا بقى قاعدين ايه طب ماشي ما هو لسه مش عارفه مناعه كذا فاهمه انت القصه العظيمه دي هي لا. وتقوم جري دي احسبها من مقيم الصلاه. كل يوم كل واحد لو سمت تخلق بيه في الدنيا صدق، انت صادقه؟ انا ما بخدعش، انا دايما على فكره بقول الحق. انت ايه بتاعتي؟ انا بتاعت ركعتين قيام الليل. انا انت مين؟ انا الذكر والله. انت مين؟ انا الصلاه على الرسول عليه السلام. انا التسبيح. انا انت مين؟ انا الدكتوره الفلانيه العلانيه. مش عايزه اقول كلمه وحشه، مش عايزه اقول فنكوش اي كلام. دنيا دنيا اصل واخده وده دنيا دنيا دنيا. لكل عبد صيت في السماء. انت مين؟ الملائكه السماء تعرفك باسم مين؟ لا الوزيره ولا الغفيره ولا مش عارفه مين ولا الدكتوره ولا البروفيسوره ولا الكلام ده. انت مين؟ انا حبيبه الرحمن، انا كثيره التوبه الى الله، انا اللي دايما بذكر ربنا سبحانه وتعالى بذكر التسبيح، انا بتاعت الصلاه على رسول الله السلام. واعرف اخت احسبها احسب، ما شفتش حد بيجيب اكتر منها. استاذ دكتور هي في جامعه اللهم بارك وعلى طول كده ايدها بجيبها. يا بنتي ده الله مش هي دينس. بص على الرقم 6 صلى على رسول الله السلام بتقول لك برع عجب. كام يعني يا بنتي؟ 5 مثلا؟ قلت بقى تجيب 5000 مثلا في اليوم يعني. ولا بتقولش طبعا ولا الكلام ده، قلت لها طب تعالي افتنيلي انا، يعني انا يجوز الفتنه ليا، افتنيلي انا. مفيش ولا الكلام ده. اعلى يعني؟ طب الضعف؟ تضحك ولا مش بتقول لي اقسم بالله يا هاله انا بشوف عجب بكثره الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. وعندها 4 عيال واستاذ دكتور في جامعه وجوزها كل شويه يجيب لها العزومات بال 12 وال 13 حاجه كارثه يعني. وقايمه بكل ادوارها. تقول لي الشاطر شاطر في كله. ما بقاش شاطره في حاجه وخايبه في حاجه. شاطره في مذاكرتك وعايزه ومش عارفه داخله ايه، داخله كام واحده تركي هنا؟ يعني قدامك هتاخدي اليكا سي ولا هتاخدي السات ولا هتاخدي يوس؟ يوس كله هياخد في اليوس تمام؟ قال لي مين سات؟ الله يعينك يعني هساكت منك لا تمام حلو مش وحش ومال ويفتح ليكي مجالات حلوه مش وحش. لكن شوفي انا عمالين دنيا ونجري ونجري ونجري، اوعى تكوني شاطره في جانب واقع في جانب ربنا. مفيش بركه، ما بتبقاش في بركه ولا في فرحه. تقول لك انا مهما اضحك كده الضحكه مش طالعه من قلبي. مش من ليه؟ اصلك مالكيش حال مع ربنا، انت مالكيش حال. يا اقول ايه بس؟ اقول ايه يا خايبين؟ والله لو طول امسك كل واحده وانفضها كده خلي لك حال مع الله، خلي لك صيت في السماء. انت بتاعت ربنا بايه؟ ايه اللي متميزه فيه؟ اختاري لك حاجه. اعرف اخت بتصوم يوم ويوم يوم، واللي انا بحكي لكم عنهم دول كانوا 6 كانوا 7 انا الثامنه بتاعتهم. اولى جامعه هنعمل ايه؟ يعني قولوا لنا كده، يعني سيبكم الترم النص الاولاني، النص الاولاني ما كنتش محجبه، لكن خلينا في نهايه الترم الاولاني. ولما ابتديت بقى لازم نعمل ما فنكوش، كنت حاجه منيله بنيتي، صلى الله عليه وعلى عافيه. ايه هنعمل ايه؟ قالوا احنا 6 سنين بشري، احنا هناخد 5 اجزاء كل سنه. هتخش معانا هنا؟ قلت لهم ما اخش ليه؟ يا سلام بس كده. وانا ايه بقى واول ربع مثلا حفظت في البقره دي تنتني ايه؟ اروح اقول لك عشان حفظت وكاني يعني ايه بقى الدنيا وما فيها؟ اول مره الكلام ده. بس كانت صحبه صح وناويين على سنه 6 كانوا خادمين، في اللي ختم من 5 اللي هي الاجازه بتاع 5 دخلت 6 قبل الراوند بتاع 5 والهيصه دي، وفي اللي ختموا في 6. دول بتوع قران. يجي تقول لك ايه افتحي ابن كثير
مش 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 واحده هينه في المجتمع مثلا، ولا واحده مثلا اقول لك ده بتفك، لا 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 ولا الكلام، لها كارير ولها مهنه ولها بيت ولها وظيفه ولها بوزيشن ولها مكانه. تقول لك افتحي ابن كثير، فتجيبي انهي فيهم المختصر ولا الكبير؟ لا لا اللي معاك كبير، افتحي فوق كده هاتي الصفحه رقم كذا فوق، عدي اول اربع، خليكي في النص قبل النص بسطر، شوفي بيقول ايه. انت مين بقى؟ كم واحده هديتيها لله؟ لسه بنتنا تسنيم توفاها الله، بنت من بنات جامعه ميدبول، وجت لسه صاحبه بتقول بص بس عشان الخير، الخير لا يعدم، بقول لك كنت احط الستوري على الانستا، ما اعرفش الانستا هابل الناس ليه صراحه، مش عارفه الانستا كل شويه عشان المهم تقول لك حاطه الستوري، فبتقول لها ما تحطهاش بموسيقى، ليه تحطيها بموسيقى؟ الناس هتسمع وتاخد وقت، ليه كده؟ هي فاكره لها ايه؟ المسيح. انت عامله ايه مع ربنا؟ صلاتك عامله ايه يا بنتي؟ ها؟ صلاه، الصلاه على وقتها يا حبيبتي، الصلاه على وقتها عشان خاطر ربنا. اللي بيأخر صلاه بتتأخر الدنيا كلها حواليه. اللي بيأخر صلاه ليك هو ساعتها بنقول احنا فعلا عندي حياء، ما انا مش مقديه حق ربنا الاولاني. اول حاجه تحاسب ده انا بره، ده انا بعمل مع امي كذا، ده انا بطلع صدقات اللهم بارك، ده انا بصوم. بتصلي هيتفتح الكتاب، ما بتصليش فاهمين يا عبادتي. عايزين نقوم بقى نصلي المغرب، تمام؟ هناخد فاصل نصلي المغرب وبعدين اسمع الاسئله بتاعتكم، تمام؟ انا هقرا الاسئله اللي انتوا كاتبينها، بس انا احب اسمع تعليقاتكم قبل ما اقرا الاسئله. انا هختار عشوائي وهديكم الهدايا الجميله دي، تمام؟ ماشي، وبقى ناخد لنا حته من دي بقى، هسمع اختار عشوائي، فكل واحده بس ما تقعديش تسرحي كده في الصلاه كارثه، رد عليكي الصلاه. فكرت انا ناوي اعاهد ربنا على ايه؟ بلاش معاهد، عشان كلمه معاهده دي صعبه برضه، عشان الواحد لو خلينا نقول انا نيتي ابقى عند ربنا ايه، وناويه في المستقبل ابقى ايه، وصايتي اللي انا هختاره ادعو سبحانه وتعالى يا رب اقسمنا عليك بك في هذه الساعه المباركه اللهم امين، انتوا عارفين استجيب للنبي يوم الاربعاء، بس بشرط جدا على فكره ان الميعاد يوم الاربعاء، دعوته السبت الاحد الاثنين الثلاثاء، فاستجيب لي الاربعاء. يا رب اسالك يا رب بحق هذا الوقت المبارك ان كل واحده تقول حق يا رب اجعلها سمتها واجعلها فيها واجعلها تنادى بها يوم القيامه في السماوات، وانا بعمل يا رب اللهم امين، تمام؟ نقوم نصلي نتوكل على الله ونسمع الاسئله بعدين، يلا بينا. انا هقرا لكم الاسئله بتاعت اللي انتوا بعتينها ونرد على كل سؤال، بس انا عندي تاسك قبل ما نصلي، هسمع من كل واحده فيكم، تمام؟ عشان ده اللي هنفتكره. ولو ربنا احيانا ما متناش يا اما ما قامتش وخليكم هلا يا ما توفاهاش الله وجينا اتجمعنا تاني بعد 5-6 سنين على نصر وعزه بقى والمدينه الفاضله وكده، الاحلام بقى كل واحده اتجوزت الزوج التقي الصالح الرومانسي اللي امين على طول امين، نبقى نفتكر اللي احنا قلناه النهارده، لعل صدق قلب واحده فيكم، عشان كده انا عايزه نيتك تكون خالصه لله، عايزه تبقي ايه عند ربنا؟ عايزه تنادي بايه؟ يلا اختار عشوائي، ها سلام بقى، واختار اللي بيتكلموا، اختار اللي بيتكلموا واللي عاملين دوشه عشان ندفعهم 10 ليره بقى. يلا نتوكل على الله، نتيمن فان في اليمين بركه، ها قول انت اللي بتحكي لي تقولي لي. اسمك ايه؟ زهراء. زهراء ماشي يا زهراء، قولي. انا مش عارفه اشرحها بالظبط، اه انت حاساها ايه؟ قولي لي كلمه منها وانا هتلاقيني جاوبت على قلت لك. الاخوه يا حبيبتي تعالي نقول، انا شكلها الاخوه ان يبقى تنادي عند الله ان انت فعلا كنت نعمه الاخت، الاخت في الله، يعني عارفه معنى الاخوه ايه؟ يعني اه. طيب درجات الاخوه، ها مين يقول لي درجات الاخوه وادعي له؟ ادعي له بعد صلاه المغرب درجات الاخوه. في حد عايز يدخل؟ اسمع، قلت لي اسمك ايه؟ زهراء. يا زهراء يا جميله يا عسوله،
أعلى درجات الإخوة الإيثار، وأدنى درجات الإخوة سلامة الصدر. يعني أنا مثلا اسمك إيه؟ تسنيم. تسنيم، ازيك يا تسنيم؟ عاملة إيه؟ تسنيم عاملة لي كده. موسى لازم درجة الدنيا دي الأخيرة دي اللي هي سلامة الصدر. بص يا تسنيم بقى، أنا جيت لك وبعدين لعلمك بقى أنت إيه، قمت جاية مقيرة لي كده. إيه بقى؟ زعلت. أنا عارفة إن أنا دبش، زعلانة مني في إيه؟ وليه؟ ده كانت عملتي كذا وقمتي وقلتي كذا وقمتي جاي عمالي بيدي كده. والله ما اقصد، انا دبش ولا الكلام ده غصب عني، والله ما كنت اقصد ده. انت غلي خلصت. ادنى درجات الاخوه سلامة واعلاها الاثم. الاخوه اللي ورا دولت 30 ليره على طول عايزين اقول لكم. الاخوه اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني ايه اجتمع عليه؟ يعني يوم لما بكلم اسمك ايه؟ ايوه ايوه انت اللي كنت بتكلمي. اسمك ايه؟ جنى. يوم ما اجي اقول انا وجنى اتجمعنا هنا في الاحسان وربنا يرزقنا الاحسان، قولوا امين، ومكتبه الاحسان والمتقين. اجتمعنا بنقول لله، انا عايزه منها مصلحه، هي عايزه مني مصلحه، ولا الكلام ده خالص. احنا اجتمعنا على ربنا سبحانه وفرقنا عليه. يوم ما اجي ازورك يجي لي مرض واستشعر كده. مره اختك الجايه لي مسافه 5 ساعات سفر، بتقولي كل شويه اقول يمكن ملك يطلع لي، ملك يطلع. والله ما زايره هلا الا في الله، والله 5 ساعات يا رب عشان اشوفها. بتقولي واستنى، هي مستشعره كده. قلت لها خدت الثواب. حديث النبي عليه السلام، واحد كان راح يزور اخوه في الله، قال له راح فين؟ قال له زور. قال له عايز منه حاجه؟ قال له لك مصلحه في الدنيا ايضار؟ قال له لا، لكن اخي في الله واحببت ان ازوره في الله. قال له انا ملك من عند الله، وبشرك ان الله يحبك كما احببت عبده في الله. مرتبه جميله قوي، حلو. نادي كده ان انت اصحابك الناس اللي بيبقى لهم سمت في عباده، يا امنه يا جميله، اللي بيبقى لهم سمت في العباده، يوم تدعى كل امه بايه؟ بامامه. يعني في تاج يتلبس للامام. اكتر حد عبد في الدنيا كان صادق، اكتر حد كان بيحمد الله الرسول عليه السلام، صاحب لواء الحمد يوم القيامه، كلنا تحت يا رب قولوا امين. اكتر حد متستر. ايوه ايوه، كلما ازددت تستر ازددت تقوى، صح؟ كلما غطيتي كلما ازددت. اسم الله الستير لازم نرجع له. امام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا زهراء يجعلك امام من ائمه الهدى يوم القيامه في خلق الاخوه في الله، سلامه الصدر والايثار. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي. انا هضطر طبعا افتح عشان تاخد وقت، وبعدين ايه هم يسلموا الجايزه بقى. تسنيم انت بتسلمي، ترى ايه ده؟ مش عارفين لسه. ربنا يبارك فيك يا رب. انا عايزه اقول لكم ان اختكم فاطمه صناع السعاده، هي بقى عامله لي سعاده في البيت. كل شويه تقول لي عندي فكره، قلت لها احملي يا حبيبتي الفكره، عندي فكره. الله، استقم مع الله يستقم معك الكون كله. ربنا يجعلك منهم يا زهراء. انا مستبشره خير على فكره، الحاجات دي بتفرحني قوي. عيشي عيشي. طيب ناخد الاسئله بتاعتكم. مين يقول لي تاني في الجنب ده؟ مين يقول لي عايز ينادى في ايه ويعرف عند ربنا بايه ويبقى له صيت في السماء؟ مين اصحاب اليمين؟ قولي. لا لا، مصلحه، تصلحي بين الناس. حلو. لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح. تمام. الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، لكن ربنا ينجي المصلحين. فاهماني ازاي؟ اصلح، هتصلحي بقى بين اللي بيتخدموا طبعا، يعني اللي بيخش في النص لازم ياخد له تكه كده. انت عايزه تنادي، ايه اللي حبيبك في حاجه زي كده؟ اسمك ايه الاول؟ سمية. ايه اللي حبيبك يا سمية؟ يعني شايفه الناس المصلحين مش كتير، يعني مثلا ليه كلهم بيفكروا بطريقه مش هو لازم تعمل مشكله مثلا، عايزه تخلق اي مشكله، فلما تسون تحرق بيد يعني محل. ناويه تحكمي بيه بقى؟ بالعدل ولا بالكتاب ولا بالسنه ولا على راي الصحابه ولا كلهم؟ بالعدل وبما قال. ما هو العدل هو بما قال الله وقال رسول. ربنا يبارك فيك يا سمية يا رب ويجعلك من الصالحين. ناخد لك حاجه من هنا، مش عارفه ده ايه صراحه، ما اعرفش. انا دايما نواياي انا في الهدايا دي
ما بتتنساش. مرة أخت هدتني هدية وقالت لي، كنت أول مرة أسمع كلمة أحبك الله، أنا عارفة أنت حبتني الله إزاي، الذي أحببتني فيه. قلت لها لازم أقول كل الجملة دي، يعني بيقول لي أحب يعني إيه ده؟ قامت جاية هديالي هدية عليها كارت كده لسه معايا لحد دلوقتي. عايزة أقول لك الحاجات دي بتفرق. الله الله. بس يا زهراء أنت جاية لي النهاردة على الوجيعة. بص يا بنتي، أدنى درجات الأخوة سلامة الصدر، بيحضنوا بعض بقى وهيصوا وتصالح الناس بقى ويبوسوا بعض بقى. يا سمية عيش يا حياتي، جميل. شكرا ليك يا بنت. خلينا ناخد الأسئلة عشان عمك السواق هيبهدلنا دلوقتي. ما احنا ما اتصلناش بيه. طيب تمام. احنا قلنا يعني بدل تمام ربنا موسع علينا في الوقت. تمام. ما نجيبش نفسنا بالله المستعان. سؤال من أخت من صاحباتكم بتقول كيفية التعامل بين الجنسين في المنطقة الخضراء في إطار الكورس. احنا في كورس يعني حددت عشان دماغك ما تروحش لبعيد، عشان ما احسش في نفسي بحاجة بحتاج ساعات أسأل سؤال على الجروب. حبيبة قلبي الجميلة دي، ده مين العسولة الحقيقية الجميلة؟ ما تقولش طبعا حاجة. نعم احنا بصينهم اه ايوه. لا ما يقولوش، بس سؤال جميل قوي. شوفي قالت ايه، يعني احنا في كورس وفي اختلاط وفي اولاد والكلام ده امر طبيعي طبعا، المجتمع احنا في مجتمع ربنا ينجينا. ف ايه الحدود التعامل لو في ولد؟ هما فاكرين الدنيا عاديه جدا واللمس عادي. تعالي مش بقول لك كده يعني، عادي بيلمس وبيجي ويقعد جنبك عادي من غير ما لا ما انت بتوع الكورس دول اخواتنا، اخواتنا اصحابنا وحبايبنا، لناش دعوه بيهم. وعايزه تسال سؤال وهي مكسوفه تسال وتقول بعض كتير، ان شاء الله مش في نفسك حاجه. طالما الكلام على الجروب العام وبكتب سؤال يجاوبني يا اما مثلا دانشماك اسمه ايه مسؤول عن الجروب تمام، او الاستاذ اللي موجود او الكلام ده تمام. طب خدني يجاوبني خاص اروح ارد على العام تمام. تقول لك يعني انا سالت على العام فراح جابني خاص بقى، يعني انا بصفه خاصه عشان انت سبيشال بقى، عارفه انت كده وبتاع. دين هجيب لك بقى ايه الاولكر الشوكولاته الحلوه التحفه دي وعيشي بقى. تروحي تجاوبي على العام، ما تجاوبيش على اي حاجه خاص تمام. سيفجلي بقى ومش سيفجلي، واحنا الفتره دي وعلى مدرسه داخله تقول عادي يعني، ما هو طالما انتوا اصحاب. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ الاختلاط حرام. انا من الناس اللي تؤيد الاختلاط تمام، باب من ابواب الفتن، شر رهيب. كل فعل يا بنات الله عز وجل يقول على لسان رسول الله صلى الله عليه، لا تفعل، لا تسرق، لا تكذب، لا تخون، كل حق كل حاجه لا تفعل الا الزنا، لا تقرب اي بقى. لا 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 الكلام الكبير ده زنا. ايوه واحنا من نظره بريد الزنا، والعين تزني وزناها نظر، واليد تزني وزناها اللبس. عايزه اسلم عادي بقى. مره عملت كده، سالت يعني حد قريب ليا قرابه درجه اولى، قلت له بص يا ابني انت دلوقتي موضوع السلام والبرفانات، يعني انا شايفه ان انا لا يعني لما بسلم يعني مش بيحصل لي القلق ده، وانا عايز اعرف الحديث ده قول لي. يعني مثلا انت بتيجي تسلم، قال لي لا بس فلانه جارتنا وفلانه جارتنا. لا دي ايه ده نعمه شويه، مش احنا اللي نحس. هو قال لي كده اما بسلم عليها دي ايه ده نعمه شويه، والتانيه طريقه، اما دي ايه ده خشبه. الامر عند الرجال مش زي عندنا. فلما الله عز وجل يمنعنا من شيء يقول لك تضرب بمخيط من حد من مفرق راسك لأ، ولا تمس يد امراه لا تحل لك، وبايع النساء ولكني لا ايه لا يصح عليه الصلاه والسلام. هو نهى. فانا بعت لي سؤال على العام جري جري على الخاص، جعت لي على سؤال على 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 العام. ده انا عارفه انك بتصدق وصايا من ذهب. مركزه بالله بس ما تصدقش. هي اللي قالت ايه؟ صحصحه. هي اللي قالت كتبت سؤالك على العام جالك على الخاص اوعى ولا الكلام زود. طب قلوب، طب القرد بقى، القرد طب مش عارفه ايه، بلوك على طول. هنا بقى اللي اتعمل بلوكات 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 ورا بعض، هنا هنا اللي يجوز تمام. لكن انا شفتك فين قبل كده؟ انت ساره؟ انا رحمه. انت رحمه اخت ساره؟ انتوا جيتوا هنا بشاك؟ احنا هنا بشاك اصلا ما شاء الله. امال كنت بتجيلي يا حبيبتي؟ يا حبيبه قلبي نوريني. مش
عشان نخليكم هلا زغيمرات خلاص مش بتفتكر حاجه. الجزء الثاني بتاع اسال سؤال وانا بيبقى فيه في نفسي، ليه في نفسي؟ عشان في حاجه اسمعها، حاجه بتحصل للبنات في الفتره دي. تمام، تعالي انت ما خدتيش جايزه؟ هي مصدعاك عليك. لا تعالي، ايه رايك تاخدي الجايزه الاموره دي؟ حلوه افتحيها. الله، في من مين؟ اي حاجه. الله، طب خليني اديكي حاجه تفهمي المعنى فيها، هي حاطه حاجات حلوه برضه، لكن سقيا القلب والكلام ده لسه بقى. لسه سقيا، لسه الزرعه ما بدتش. الخير لا يعلم، يعني نعمل خير ونسمع كلام ماما ونصلي، هو يعني ده بالنسبه لي كده. الخير لا يعلم. السؤال الثالث، عندي سؤالين، ازاي اقدر اعالج نفسي من الاكتئاب؟ امتى اعرف اني محتاجه دكتور نفسي وازاي اقدر احب نفسي؟ هو ده العنوان. هو انا مكتئبه، خلي بالك لقيتني كنت جبت لكم التذكره، انا مكتئبه ولا متضايقه ولا مخنوقه ولا مستاءه ولا زهقانه ولا ملانه؟ كل دي مشاعر، تعرفي اي عنهم؟ عارفين الايموشنات اللي بتاعت الواتس بتاع؟ تمام، شفت الايموشنات؟ كل ايموجي له حاجه كده. انت ايه؟ لا يعني كل دول مثلا غلط، لازم تبقي يعني مثلا حصلت واحنا جايين حادثه على الطريق، فبعدين عربيه كسرت علينا شمال، كسرت بجد، دخل مخالف يعني. الراجل اللي معانا راجل ادرجي قوي السواق، قام جاي مد اشاره وقام جاي طالع هو اللي سايق، مخالف كله طبعا، ما كله في الطريق اللي بياخدوا عليه ما تعرفش 3000 ليره ده ولا ايه. ما ينفعش تعدي في الحته دي، كله مخالف وراح. فانا مستاءه من اللي حصل. مستاء يعني متضايقه شويه، الاستياء ده. لكن لما اجي اقول مثلا انا غضبانه، انا غضبانه من بنت حبت تثبت ان هي قويه وجدعه، فراحت في اماكن الشبهات، ولما راحت في اماكن الشبهات ما كانتش قويه وكانت منقاده، فجرجروها اصحابها وقعوها في براسن المعصيه. انا غضبانه جدا لحرمه الله اللي انتوا هيك، ده غضب. شفاء جت، انا اسفه حذراني الله تقول لازم. شفاء جات وقالت احنا اتفقنا اتفاق معين، هنروح مثلا مع افرا، مش عارف افرا بالفاء ماشي، وهنروح وكذا وكذا، وحاطين خطه، وبعدين جم في اخر خمس بغيروا الخطه، محتاجه استئذان. طيب انا ازعل من شفاء ولا ال 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 ازعل من سوء التخطيط، ولا انا المفروض ابقى مرنه لما يجي لي موقف انا اتعامل معاه على حسب مرونه الموقف؟ نعم؟ مرنه تدفعي ما شاء الله. انا عايزه اديكي جايزه عشان تفضلي. شوكولاته جميل، شكرا شكرا. مش عايزه سول اديكي الجايزه منين؟ انا عندك جوه، عندك في البيت. بس برضه محدش بياخد الا باذن، انا امي شغيره، فانا لا ما لازم كده يعني. فالحل ايه؟ لازم اعرف اعبر. انا بكره امي، كلمه سمعتها، انا ما بحب، مش مهم هنفتن الشلات العلم بيصدق. انا بكره امي، انا امي دي من عصر انا ما اعرفش ربنا انا مش عارفه اعيش معاها، انا كذا انا كذا. انا بنسجل وهينزل ميدي، فما فيش داعي للتسجيلات الخارجيه، عشان انا بعمل بلوك فعلا وبدي تحذيرات لكل حد بينزل حاجه ليا غير كده تستغلها الناس الثانيه. لا كنت بعت الفيديو لواحده صاحبتي يعني. تمام شكرا شكرا شكرا. هنزلها لك وهيتقص وكل حاجه، عشان بيخش ناس والله يا بنتي بيبقوا ورجال استغفر الله ويكلموا دي صفحات هنا سمير، ومع اني في اقول لهم يا جماعه الصفحه بالعلامه الزرقاء متوثقه، ويكلموا بنات والبنات يبعت لهم صور. طب انت بتشكي شكوى بتبعتي صورك ليه؟ كارثه. فخلينا يعني نبقى حرص. هبعت لكم الرابط بتاع الدكتوره اهو، هم عارفين اكيد. القناه القناه رابط القناه هبعته. طيب كنا بنقول ايه؟ انا بحبش امي، وانا امي دي من عصر كذا، وعاملالي ومسويالي ومبهدلاني، وانا كذا وانا خلاص انا كرهاها. لما اجي ابحث كده واقول لها تعالي، قدم واحده منهم
وهم مجموعة، وكان سبحان الله فيهم أيتام، كان فيهم أيتام. نعم حد بيسألني حد؟ تمام. كان فيهم أيتام، أنا بتكلم دول بيعاتوا، أنا ما أعرفش دول بيعاتوا ليه، ما والله ما أعرف، لو كنت أعرف كنت خففت ال... هم اللي قاموا اتكلموا وردوا عليها، هم اللي قاموا اتكلموا وردوا على البنات، هم قالوا ايوه امنا ده من العصر ما اعرفش ايه، احنا في زمن خلاف الزمن، عايزه تعيشنا، عايزه كذا كذا. هو انت تظن، وجاوبوني يا بنات، هو انت تظن ان في حد في الدنيا يحبك اكتر من امك؟ في حد عايز يشوفك احسن من نفسه قد امك؟ هي عايزاك احسن من نفسها، هي عايزاكي افضل من الدنيا كلها، امك. لكن ماشي، ما عندهاش مثلا اسلوب في الاقناع، ما عندهاش، بتصحيني بالست الله يصلح حالك بقى، الله يصلح سبيني يعني. وبتعمل وبتسوي لمصلحتك، هي فاهمه ان هو ده الحب بطريقتها. ماشي نعرفهم، نعمل لهم محاضرات ونفهمهم، اوكي انا معاكم في الكلام ده، نفهمهم تعاملوا ازاي وكده. لكن انت مش بتكرهيها، انت زعلانه من الموقف اللي عملته، زعلانه من الاسلوب، طريقه الاقناع او الالغاء او الامر اللي هي قالته لك. لكن انت عمرك ما تقولي انا بكرهك، وان كان الشيطان بيجي يوسوس. انا مكتئب، ونرجع للسؤال، لا مكتئبه من ايه؟ لوحدي. يبقى احساس بالوحده نعالجه، مش اكتئاب، لوحدي. بصي اصلا في الكون ده، هي فصلت الكاميرا وايه عايزه ايه؟ طب قولي شاحن ولا عايزه ايه؟ عايزه بطاريه، بس هي قالت لي حطيتها في الشنطه فانا اسالها فين. تمام، بس الثانيه بتصور. اوكي، اما تيجي تقول لي انا عندي اكتئاب، ليه؟ حاسه بوحده. ما هو انا لازم توصفي، مش اكتئاب. الكباب والاكتئاب حلقه تحفه جدا وجميله، وعيال عايزه اقول لكم بتوع رابعه ابتدائي بيسمعوها، وجالي ريفيوهات على الحلقه جميله جدا. طيب انت اللي جواكي ده السبب ايه؟ يكتب ورايا صاحبة السؤال او تحفظ سببه ايه؟ وحدة، نعالج الوحدة. سببه ان صحابك خزلوكي، ماشي، يبقى ندور على صحبة تانية جديدة ونتعلم. ما هي الفترة بتاعتكم دي فترة التعليم، ده عملت ده ساوي، ده خبصت عليا، ده عملت فتنة، ده عملت تمثيلية، ده راحت قالت عليا، ده كتبت على الجروبات، ده مش عارفة قالت ايه، ده راحت بدنت لامي، يعني الهيصة بقى بتاعت المشاكل دي نبقى نعمل لها يوم لوحده. سبب الاكتئاب او الضيقه اللي انت فيها، مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، لاني ما عنديش مهاره لغويه، ما عنديش مهارات تواصل، ما عنديش حصيله تقول انا حاسه بايه. ما اجي اكلم بنت مثلا في تركي من صغرها، ودرس انجليزي ودرس عربي، وبعدين فضلت الاكتر الاوقات خلاص تركي تركي، تقول لي اما احب اعبر من الصميم اللي جوايا اتكلم تركي، تجيب الكلمه بالتركي، هي ده اللي جواها عن الكلمة باللغة العربية، تقولك مش عارفة ده بالليل، ما عندهاش الحصيل. فنتعلم. أنا عايزة أقول لكم إن قراءة القرآن بس بالتفسير بتاعه كده، إن إحنا لو خدنا مثلا سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بتاعتك السورة دي حفظها؟ يا أنت بتبصي لي بتضحكي بقى يا ودنا يا جميلة، وأنا معايا إيه يا ولاداتي كده، شوفي شوفي أي حاجة جميلة هنا. قولي لي كده، الم ترى كيف فعل ربك؟ دكتور ليه يا استني يا ستي بقى، استني بقى عشان خطف القلب من جوه. الله الله، كبشه بقى كبشه. الله يا جميل، اللي هيحفظ ده بصي ههريكي بس. يا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وإحنا كلنا عارفين قصة الفيل بقى، وهد يا فيل مرضيش الفيل، هد يا فيل مرضيش الفيل، عارفين الأغنية بتاعت زمان دي؟ وبعدين أيوه طبعًا عارف، أنتوا أساتذة. وبعدين جه بقى الفيل عشان يهد الكعبة وإبرها وللبيت رب يحميه والكلام ده. غلط. مش ده المراد من الصورة. امال ايه المراد من الصوره؟ مين تقولتي؟ ها مين حد بيشاور مين؟ في واحده رفعت ين، بصت الدكتور قوه ولسه ما بع ين طب ايده، يقبل الله عز وجل. طب طيب ما انا عارفه ان انا اعمل ده، بس قولي الله المستعان، قولي بس الله المستعان وهيعيني. بس انا عارفه ان لسه ما زال لذه الذنب في قلبي،
ولما هفتكره هرجع للذنب تاني. استغفره وقول عني عني يا رب ماليش غيرك يا رب، اقسمت عليك بك يا رب، اقسمت عليك بك يا رب، ما ترجعني الامر ده يا رب. انت عارف ان انا بضعف، الشيطان قوني على نفسي والشيطان والدنيا والهوى، يا رب مالي غيرك يا رب، انا مش عايزه اخش في اتفضح في الاخر، شاشه عرض محطوطه مش اللي حواليكي بس، للعالم كله من اول ادم ما اتخلق لحد اخر اخر خلق الله تتحاسبي، كل عمل بتتحاسبي عليه شاشه عرض الناس شايفه. يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، قولوا امين. يا رب ما تفضحنا لا بين خلقك ولا بين يديك، لا فوق الارض ولا تحت الارض ولا يوم العرض، قولوا امين. عملتي بشر، استغفر الله يا رب، استغفر الله والله يا رب، عني عني يا رب، اقسمت عليك بيك يا رب. طب انا بستعين بيك، طب يا رب انا مسكينه مالي غيرك يا رب، طب يا رب ما انا لو اتثبت في الطريق ده انا هضيع يا رب، يا رب والله انا عايزه اكون تقيه وصالحه وفي جنبك وعلى طريقك وفي جنتك ومع نبيك، ما تحرمني يا رب وانت اللطيف، ما تحرمني يا رب وانت الكريم. توبي وهيجي يوسوس لك هترجعي له. واللي اعوذ بالله يا رب من الشيطان، اعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، واعوذ بك يا رب اي يحضرون. السؤال ده مدخل، مدخل من مداخل الشيطان، السؤال ده في حد ذاته مدخل من مداخل الشيطان يوسوس لك عشان ما تتوبيش. ليه؟ اصل ان الله يحب التوابين، كثره التوبه. عملت هرجع ارجع معلش هبقى الجيش، توبي تاني. أذنب ذنب فذنب رب اغفر لي فغفر له، أذنب ذنب رب اغفر لي فغفر له، أذنب ذنب رب اغفر لي فغفر له. شوفوا بيت الحديث، علم عبدي، مين اللي بيقول؟ الله عز وجل. علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، اشهدكم يا ملائكتي أني قد افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. جم العلماء، إيه ده؟ يعني مهما أعمل؟ قال لك لا، حياء قلب العبد مرة واثنين وثلاثة حياء قلبه يمنعه انه يعمل الذنب. بس ليه؟ لانه ما كانش بييأس من نفسه وعنده يقين في ربه غفار تواب لطيف ودود، ودود الله عز وجل ودود، يتودد اليك بالطاعات. يلا يلا اوبر الاصداق، يلا 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 تعال تعال. هي جلسه زي النهارده دي غير ان هي الله الودود، جلسه زي دي غير ايه؟ تعال تعالوا على طريق ربنا. جلسه زي ديت ايه؟ اوعي تقعي في براثن الجهل والمعاصي والشهوات. لذت ساعه هتعملي ايه؟ المعاصي ساعه ساعتين وتقعدي بحسرتها. المشكله مش في المعصيه، والله يا بناتنا في المعصيه، استغفر الله ليه خلصت المعصيه؟ في شؤمها، شؤم المعصيه، ظلمه في القلب، ثقل في اللسان، مش عارفه ادعي، مش عارفه ادعي، مش عارفه ابص للسماء وادعي، مش عارف اسجد، بقيتي بقيتي عرضه للشيطان يجيبك. شفت الريشه اللي بتنفخيها كده؟ بقيتي ريشه. اوعي سؤال زي ده يتبروز في حياتك، سؤال زي ده يتبروز. عودي انا بتاعتك يا رب، اخر مره يا رب، اقسمت عليك بك يا رب، والله ما هعمل كده تاني يا رب، يا رب والله ما هعمل كده تاني. طب بس يا رب اعني اعني يا رب، وانا عارفه ان انت المعين، اياك نعبد واياك نستعين. طب بحق حبك في رسول الله، بحق حبك في رسول الله، عني يا رب، انا عايزه ابقى مع النبي عليه الصلاه والسلام. توبه، هطلع من هنا مصليه، هطلع من هنا محجبه، لا يمكن حجابها هيتخلع، لا يمكن هكلم شباب، لا يمكن هرفع، لا يمكن هاخدع، يمكن هكذب، انا بتاعت، خليني بتاعتك يا رب. تبقي بقى يدعى كل امه بايه؟ امام. تعالي يفرح بيك النبي عليه السلام، يعمل ملائكه تعمل لك زفه يوم القيامه. تعال تعال، مين اللي مين حبيب؟ احنا احباب النبي. قالوا له احنا احبابك؟ قال لا انتوا اصحابي، هم احبابي، امنوا بيه وما شافونيش. ليه؟ الواحد منا ب80 من الصحابه، يا نهار ابيض، عباده ابو بكر اللي كان بيقعد، ولا سيدنا عمر، ولا الواحد منا ب80 منهم. اه ليه؟ لانكم تجدون النبي، قال لهم كده، انتوا بتجدوا على الخير اعوان، هم لا يجدون. ده لو واحده قالت لك الله، خلي بالك حرام حلال، اوعي سحر القران كذا، واحده لو قالت لك شويه وتيأس منك وخلاص، لكن هم المجتمع كله بس بتصلي قبل، كله بيقول لك صحي كل صلاه القيام، ساعه صلاه القيام ده قبل الفجر القناديل والناس كلها بتصلي في بيوتها. مش الناس بتقول لك يعني الفجر بقى لك كام سنه ما صليتيش؟ 10 سنين ما صليتش فجر والعياذ بالله.
فين بقى ده اللي بيصلي الفجر فهو في ذمة الله. ما تخافيش، اللي مصليها الفجر دي ماشية يومها كده، شفتي شلوله ولا حد يقدر عليه، في ذمة الله. أي والله تبقي مطمئنة القلب، مستغنية عن كده، انت مستغنية عن الحاجات دي، مستغنية عن القرب وعن الطاعة وعن ربنا وعن اوعي. اسأل الله عز وجل لنا ولكم توبة الآن، قولوا أمين. كل واحدة تستحضر جواها ذنب عشان اللي اعرفه هي اللي تعرفه. خلاص انت اللي عارف يا رب، استغفر الله يا رب، استغفر الله يا رب، استغفر عيني يا رب، عيني يا رب، يا رب عيني. انا بستغفرك دلوقتي، اعهدك بيني وما بين نفسي، مش رب مش هعمل، عيني بقى، عيني ببركه الجمع ده، يمكن ادقى قلبي فيكم يدعي وربنا يستجيب فيستجيب لنا كلنا، قولوا امين. اوعي تيأسي من نفسك، اوعي الشيطان يوسوس لي. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم امين. هل هناك سبب ان الزفت شد الزفت ده زفت ولا ايه؟ ان الزوج استغفر والله السنة قرأتها السنة، انا عندي كشف يوم الجمعة عايزة اقوله. هل في سبب ان الزوج اصلها لزقاهم في بعض تقريها زفت ولا لا يحب زوجته بعد فتره من زواج؟ حبيبه قلبي اللي كاتبه السؤال ده ليه؟ السؤال هل في سبب ان الزوج لا يحب زوجته بعد فتره من الزواج؟ دي بنت لو انا اشوفها احضنها كده ليه؟ اكيد شايفه في بيتك ايه؟ شايفة في بيتك ايه يا حبيبتي؟ هو بيحبوش؟ لا هما بيحبوا بعض بيتصالحوا في الاخر، يعني اللي انت شايفاه ده اسمه ملح مش ملح دلوقتي لانه جبس، يعني عليه مش ملح، المشاكل كلام حاجات، لكن هما بيحبوكي وما فيش اي اب واي ام، برغم الخلافات هي بتبقى خلافات بس عشان هما بقى يتعودوا على بعض فاهمه، وبقى العشم زياده، مش بقربكم في حاجه يعني، بس يعني ايه يعني بيبقى العشم زايد قوي، فايه فزي ما انت بقى بتشوفي كده. لكن والله لو نصيحه فعلا لكل اب وكل ام، ارجوكوا بلاش المشاكل تبقى قدام الاولاد. السبب ممكن يكون ان الزوجه انشغلت بحياه تانية خلاف زوجها، يعني انشغلت باولادها مثلا، اهملت متطلبات الزوج، مطحونه ومطلوب منها انها تبقى سوبر زوجه وهي ماسكه اربع عيال بتربي وبتعمل وبتعلم وتروح وبتجيب وبتنزل بازار وبتعمل وبتطبخ وبعدين تطلع وبعدين هي الولد تروح يعني موال طويل، ولا شكرانيه ولا جميله ولا الكلام ده، فهي كمان محتاجه اللي يطبطب عليها، فهو جاي محتاج اللي يطبطب، فالاثنين عايزين طبطبه مع بعض، يعني الاثنين عايزين مراوغ. ممكن يكون السبب، ممكن يكون الفطور، ممكن يكون سبب بعد عن ربنا، ممكن يكون شيطان، اي حاجه.